أهلا بكم. النهاردة حلقة من تراث خاص. موضوع الشخير يا جماعة ده موضوع خطير جدا على المستوى العلمي، ودراسات كتيرة جدا دلوقتي في العالم من فترة طويلة بتتكلم على الشخير وخطورته. انتوا عارفين الشخير مثلا بيؤدي إلى الضغط العصبي، بيؤدي إلى الصداع، بيؤدي إلى العصبية الزائدة نتيجة نقص الأكسجين المزمن في دم الإنسان. الشخير وجدوا أنه له علاقة وثيقة جدا بضغط الدم المرتفع، لقوا أنه له علاقة وثيقة باضطراب وضربات القلب. كمان الشخير مهم جدا ارتباطه بزيادة الوزن، وخصوصا تكوينة معينة لزيادة الوزن اللي هي منطقة الرقبة، يبقى فيها كمية دهون كتيرة، تكون شورت نيك شوية ما تكونش طويلة، كل ده ارتبط بموضوع الشخير. الشخير ممكن يؤدي إلى نقص أكسجين، ونقص الأكسجين ده يؤدي إلى كارثة مهمة جدا، لأنه ممكن الإنسان وهو سيء الأكسجين يقل فيبدأ تركيزه يقل، ممكن ينام وهو سيء، ممكن ينام وهو بيشتغل على آلة خطرة، يكون في مصنع آلة خطرة بتشتغل جنبه، كل الآلات خطرة، فهو مش ما بيشتغلش آلرت، يعني بيهدي الدنيا شوية، الآلة بتشتغل وهو ينام يفقد توازنه، ممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا. موضوع الشخير واضح أنه أكبر مما كنتم تتخيلون، وأكبر مما يتخيله الكثيرون، وهذا هو عنوان الحلقة النهاردة. عنوان مهم جدا، والنهاردة اسمحوا لي نرحب بضيوفي، لأن النهاردة عندنا الموضوع في ضيف علمي طبعا، صاحب مقام متميز للغاية، وفي حالة مرضية هتحكي كمان. النهاردة اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز، القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال، الأستاذ دكتور هشام إبراهيم. أهلا بك دكتور هشام. أهلا بك دكتور أيمن، سعيد بهذه الزيارة سعادة غامرة، وأشكرك أن أنت واجهت الدعوة لضيفين. طبعا يعني هتعرفوا ليه قيمة أن يكون في ضيفين، رغم أن العملية معمولة لواحد، هو ضيفي العزيز الأستاذ علاء أبو طالب. أهلا بك يا أستاذ علاء. أهلا بك، منورنا وسعيد بهذه الزيارة. أهلا بك. وطبعا مدام ريهام الشريف زوجة الأستاذ علاء، منورانا مدام ريهام، وسعيد جدا بهذه الزيارة. هنعرف قيمة انه نحن نستضيفكم انتوا الاثنين مع بعض النهارده، بس الاول اروح للدكتور في سؤال مباشر. هل الشخير اصبح يجد قيمته العلمية عند الاوساط العلمية؟ الناس بدأت تفهمه؟ هل الجماهير او الجمهور العربي بدأ يفهم خطورة هذه الحالة المرضية بكل تداعياتها الكثيرة والمؤثرة على حياة الإنسان النفسية أيضا العضوية والعملية؟ شوف يا دكتور أيمن، حضرتك حطيت إيدك على أول نقطة مهمة جدا، وزي ما بيقولوا كده أنا بقالي 25 سنة بيتنبح صوتي عشان نوصل هذه الرسالة. أتمنى أن أنا بعد 25 سنة أكون في بداية أول سلمة للتعريف بالشخير، بأهمية الشخير، بخطورة الشخير. النهاردة الحقيقة الشخير لا يقل أهمية عن فيروس سي بأي حال من الأحوال، لأن النهاردة الشخير ليه تأثير مباشر على حياة الإنسان، حياة الإنسان في لحظة. النهاردة يكفي أن أقول لحضرتك أن رخص القيادة لا تعطى في أوروبا إلا بعد ما يتعمل اختبار نوم، ويتعرف أن هذا الشخص ما بينامش هو سايق، لأن بنومه هو سايق مش هو بس اللي هيموت، ده هيودي بأرواح الكثيرين حوله. عشان كده الحقيقة موضوع الشخير موضوع في منتهى الخطورة والخطورة، لأن الحقيقة الناس فاكرة أن موضوع الشخير هو الصوت، وكلنا بنشخر وكلنا بنطلع صوت، وإيه المشكلة؟ ما احنا واخدين على كده. لكن الحقيقة لما نعرف أن هذا الصوت وما يستتبعه من مشاكل خطرة جدا، هنقدر نقيم هذا الصوت وهذا المرض. الصوت زي ما احنا قلنا، زي ما حضرتك قلت وزي ما احنا قلنا قبل كده، أن مفتاح السر في موضوع الشخير هو كلمتين: قفلة البق والأكسجين. الاثنين دول لو قدرنا نحلهم اتحل موضوع الشخير، واتحلت كل قصص الشخير. دي المجرى بتاع الهواء و النقص الأكسجين. بالظبط، حضرتك قفلت البق وحضرتك نايم، النفس بقى طبيعي، ما فيش شخير وما يستتبعه. اتفتح البق يبقى فيه مشكلة كبيرة كبيرة، وما ينتج عنها قلة الأكسجين، وخد عندك بقى نبدأ قلة الأكسجين بأي حتة في الجسم ويقول التأثير عليها. أول المخ مثلا،
قلل الاكسجين على المخ، هتصحى الصبح ما انتش مركز، هتصحى الصبح التركيز قليل جدا، عندك نسيان على الجهاز العصبي، هتبقى طول النهار متنرفز مشدود، على القلب هيبتدي يبقى فيه ضغط، ويبتدي فيه مشاكل في القلب بزبحة وما يستتبعه، بكل مشاكل القلب على جميع المستويات، وبتوصل لي ان انت احنا بنعمل قلب مفتوح عشان نحل مشكلة القلب الناتجة في كثير من الاحيان عن موضوع نقص الاكسجين، او يكون هو عامل مهم من العوامل. أكيد. يعني تصلب الشرايين مع نقص الاكسجين مع الضغط العالي، كل ده مع بعض. بالظبط كده، بالظبط كده. لو قلل، لو فتحنا بقنا بقى وما يستتبعه من التهابات في الحلق على طول. ناس كتير جدا بتبقى عندها التهابات في الحلق، مش عارف، ناس كتير جدا تصحى الصبح تعبانه تقول لك انا مش عارف تعبان مالي، ناس كتير جدا بيبقى عندها على طول التهابات في زورها وبلغم ومشاكل في المعده، ايه ده انا عندي مشاكل في المعده، عندي جرثومه في المعده، عندي ارتجاع مريء، وانا اكتشف ان كل الكلام ده ما هواش السبب الاساسي، لكن السبب الاساسي جاي من فتحه البق والالتهابات المزمنه في الحلق وما يستتبعه من البلغم بينزل على الحلق. ناس كتير جدا مشاكل بطن زي انتفاخ، زي الام، زي مغص، زي اسهال وامساك وجهاز هضم ملخبط. شوف حضرتك انا بمسك عضو وجزء وجزء، خد كل حاجه، الام الجسم في كل العظم، التهابات الكلى بسبب وجود بؤره صديديه في اللوز. احنا كل ده ما اتكلمناش على اللوز، لان اللوز هي اساس وجزء اساسي في موضوع الشخير. عايز اقول لحضرتك ايه تاني اكتر من كده؟ استاذ علاء، انا عايز ابدا معاك القصه من اولها، ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل من البدايه ان انا كنت في البيت بتفرج على البرنامج بتاع حضرتك والدكتور، فلقيت الدكتور في البرنامج بيحكي كل الخطوات اللي انا بمر بيها، من ارهاق، من تعب، من مشاكل في الجهاز الهضمي، من نوم على الطريق. كنت بتنام على الطريق؟ انا عملت حادثه على الطريق يعني. الحمد لله وربنا ستر، يعني انا اول مره انام على الطريق. بالليل ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، كنت ممكن اقوم من النوم ان انا يعني اللي هو مفيش نفس، النفس مقطوع. حصل معايا في شغلي، يعني انا في شغلي حصل معايا ان انا جيت في نص شغلي كده نفسي وقف، يعني كاد ان انا قلت خلاص انا بموت، ده بجد. طبعا زوجتي طبعا يعني معايا وعشرت بقى معايا، استحملتني يعني. وكان في صوت واثناء النوم؟ اثناء النوم؟ طبعا في شخير. انت كنت عارف ان في كده؟ كنت عارف ان في كده، يعني هو الانسان بيقدر يعرف اذا كان بشخر ولا خلاص بقى مع اصحابي بقى يعني بيتقال، لكن انت ما بتحسش. لا ما بحسش. لكن بتصحى من النوم حاسس بايه؟ زوري مقفول كل يوم. يعني انا ببقى نايم، انا ببقى عايز اخد النفس من مناخيري، انا باخده من بقي مفتوح بس على عيني ناشف. النفس كنت عايز اخد، كنت عايز اخد هواء من مدام ولا قولي لي مدام الهام، قولي لي ايه اللي حصل، يعني احكي لي بقى. هو علاء انا من ساعه ما اتجوزت وهو بيشخر، ده زي الافلام العربي ده بجد. زي الافلام العربي، انت عارف فيلم بتاع طير انت؟ في اول يوم يعني لقاها بتشخر، لكن هو اللي لقاها. وقعدت طبعا كتير ما بعرفش انام بالليل من صوته. طبعا اتعودت، بس بدات اخد بالي ان هو وهو نايم بيصحى فجاه. انا يعني لحظه غريبه جدا، يمكن بتكون سنتين بس حد بيقوم فجاه من النوم مش قادر ياخد نفسه وبعدين بيرجع يكمل نوم. الفترة الأخيرة بقى طبعا حاولنا كتير، موضوع الشخير كان بيضايقه لما بيبقى راكب الطيارة، لما يكون مسافر مع أصحابه وحد معاه في نفس الغرفة بتاعته، فكان يجي يقول لي فلان قال لي أنا ما كنتش عارف أنام من صوتك. حتى الناس لما كانوا يبقوا عندنا وهو نايم جوه، كنت انا نفسي ابقى قافله الباب ومتوتره جدا، لانه بجد لما كان يبقى عندي حد من اصحابي او بتكلم في التليفون وهو نايم جنبي وانا بتكلم افضل اهز فيها عشان يبطل عشان الصوت. الفتره الاخيره بقى بدا يعاني من مشاكل، ضغط الدم ارتفع. انت ضغطك عالي؟ عشان انا مش مريض ضغط دلوقتي. قست الضغط بعد عملت عمليه؟ لا لسه ما قستوش. بس ما فيش صداع؟ لا، ما هو الضغط ما يتقاسش على الصداع، لازم يقيسه.
يعني دي قاعده مهمه. الصداع مش هو دلاله الضغط الوحيده، ده الضغط ده سايلنت مرض بس هنطمن على الضغط بس يعني. بس كان صداع على طول بس الصداع ده برضو انا طول عمري عارفه انه بيجي له صداع، مش عارفين من ايه خالص. وبنعمل تشيك اب كتير مفيش سبب. بس الفتره الاخيره بقى الضغط العالي بدا يعلى. حد في العيله كان عنده ضغط؟ لا لا خالص. مفيش في العيله حد عنده؟ لا. وبدانا نعمل تشيك اب فعلا لانه بدا يعلى كتير ويروح لوحده يعني. عايز اسال برضو يعني في طوال الفتره اللي فاتت كان في محاولات ان احنا ندور على المشاكل دي سببها ايه ولا ايه؟ طبعا رحنا للدكتور من سنه بالفعل انف واذن وحنجره، وهو شاف عنده عند علاء بعض من المشاكل انه في ارتخاء في سقف الحلق طبعا بيشخر اوكي. بس دخلنا في قصه تانية خالص، لازم تروح لدكتور بطنه علشان انت عندك ارتجاع مريئي فالسقف عندك لو دخلنا عمليات هيحصل نزيف جامد. فدخلنا في قصه تانية كده وبعدين نسينا بقى يعني خلاص الموضوع عدى على كده، فكرنا في حاجه وسيبنا حاجه بالظبط. عايز اروح بقى يعني لسؤال مهم يا استاذ علاء، يعني المعاناه نقص اكسجين صداع ضغط بيرتفع، طب ماشي غير كده كنت بتحس بايه تاني؟ هل مثلا كان في ضربات قلب سريعه؟ انت قلت لي حكايه ان انت كنت بتشخر وانت في الطياره، دي حقيقه يعني الطياره ده خطر جدا على فكره. كنت يعني بمجرد ما اطلع الطياره شويه ولاقي نفسي رحت نمت بس لازم اصحى تاني عشان اللي جنبي. انت عارف نقص اكسجين؟ طبعا نقص اكسجين ده في منتهى الخطوره. قررت بقى انت تعمل خلاص يعني انت قررت ان انت تعمل عمليه بالظبط. طب ما هو اتقال لك قبل كده ان العمليه فيها خطوره عليك. انا دخلت في سكه تانية لما رحت كشفت عند الدكتور، ف تدني في سقف الحلق واللوستين نفسهم متضخمين، قال لي مش عارف اعمل لك العمليه الا لما هتظبط قصه ثانيه انا دخلت فيها. لكن بالفعل انا لما خلاص نسيت لما شفت الحلقه بتاعت حضرتك بتاعت الدكتور هشام قلت لا فعلا هي هو لا هو الدكتور بيوصف بالظبط الحاله اللي انا بمر بيها او الحاله اللي انا عايشها. انا خدت القرار في لحظتها، حجزت كشفت الحمد لله رحت عملت العمليه لان فعلا ريحتني. انا حسيت ان انا استريحت كتير. بالك قد ايه عامل ده لي 10 ايام وسيطرنا على النزيف وسيطرنا على كل حاجه الحمد لله. طيب انا عايز اروح بقى لي العمليه نفسها، ايه التقنيات الحديثه اللي دلوقتي موجوده في عمليه زي دي اللي تضمن ان انا اقدر اعملها برضو يكون اللي يكون في فرصه نزيف وممكن الضغط يكون عالي شويه، الحاجات اللي هي مع بتخلي العمليات دايما في حاله من التوتر شويه. شوف حضرتك احنا عندنا في موضوع الشخير والدياجنوزس بتاعه احنا عندنا فحوصات داخل المركز بتتعمل اكتر من 15 حاجه بتتعمل. يعني استاذ علاء هو جاي هو ملى الشيت بتاع الشخير، الشيت بتاع الشخير ده بيتسال 10 اسئله وبيتجاوب عليهم وبيخش لي بشوف الكلام ده كله، واخد بال حضرتك ازاي؟ وبيتفحص وبعرف الهيستوري بتاعه، بعرف عمل عمليات قبل كده ولا لا، بعرف كل الهيستوري بتاعه اللي يختص بموضوع الشخير. اكتر من كده بنعمل طبعا فحص على مجرى التنفس بالمنظار. عملنا الفحص بالمنظار للاستاذ علاء، لقيت طبعا عنده طبعا مناخيره كانت كويسه جدا الحمد لله، ودي حاجه يعني كويسه، انما المنطقه بتاعه الحلق بتاعه باللوز وسقف الحلق وعضلات الحلق واللهاء المنطقه دي كانت شبه مقفوله تماما وملتهبه لدرجه فظيعه. استاذ علاء كان بيدخن وكان من شروطي قبل ما يتعمل ضحك كل ده ضحك وكان من شروطي ان هو لازم يبطل التدخين. الحقيقه يعني كان قراره مع الحقيقه زوجته ومدام ريهام، كان الحقيقه انا كنت حاسس بقد ايه هم عايشين مشكله كبيره وقد ايه مقدرينها وقد ايه هم عايزين يحلوها. وده الحقيقه حاجه ابريشيتنج جدا جدا لاي طبعاً حد. انا جميل قوي نموذج الدعم اللي احنا شايفينه، الدعم الاسري اللي احنا شايفينه ده شيء رائع. انا بحييهم. ما هو ده موجود كويس جدا في مصر بس ما بيظهرش على الشاشات. يعني في اوروبا هم بيصدروا، امريكا بيصدروا الكلام ده عشان بيعتزوا بشكل الاسره، احنا للاسف ما بنصدرش ده للشاشه، ما بنصدرش النموذج الايجابي الجميل في الترابط بين الزوج والزوجه. انا بحييكم انتوا الاثنين على كده. يعني انت كنت بتشرب كم سيجاره في اليوم؟ علبه مثلا في اليوم. علبه في شيشه؟ احيانا. انت في الوسط الفني مش كده؟
يعني برضو اكيد يعني قاعده عقبال ما بتذاكر الحاجات بتاع السيناريو، بتشرب السيجاره بتسرح في الورق ده غير شغلك بالظبط. لا يعني بتذاكروا السيناريو، بتذاكروا الحاجات على طول في حاله توتر، يعني الوصف الفني كله في حاله توتر بالظبط. فالسجاير ده كل الوصف الفني بيشرب سجاير، السجاير بقى وضغط الشغل والعملاء او شو ده غير شغلك التاني بالظبط. غير بقى معاك ورق بتقراه، فبتعيش وقف الشخصيه، بتذاكر الشخصيه، فالسجاير طبعا على طول مع القهوه طبعا. مع قهوه كمان هي القهوه تدور طبعا، القهوه والشاي والنبهات طبعا. كل الكلام ده ليه تاثير مباشر على منطقه الحلق، بيعمل التهابات طبعا، التهابات مزمنه اكيد، وتنبيه بطريقه غير مباشره سيئه. ده انت بتنبه شخص نسبه التركيز بتاعته مثلا 60%، فانت مهما بتركزه بيطلع وبينزل مره ثانيه بسرعه. فالتركيز فالقهوه ما بتبقاش التاثير المباشر. مدام ريهام قولي لي بقى بعد العمليه ايه اللي حصل؟ انت اللي هتقولي لنا، ما هو دايما في الحاله دي الصوت انت اللي هتعرفي تميزي. علاء قفل بقه بعد يوم بالظبط، بدا يتنفس من مناخيره. هو طبعا مش حاسس يعني، ما كانش برضه عارف اذا بيقفل بقه، هو اصلا كان تعبان كمان. بس انا لا، في كمان حاجه مهمه جدا الحقيقه، كنت دايما بحس ان منطقه الرقبه عنده شكلها شويه مختلف. بعد العمليه حسيت انه رقبته ظهرت شويه. انا قلت له ده، قلت له انا حاسه ان المنطقه دي عندك اختلفت كتير. هو دايما كان انت عارف بقى عشان شغله برضو، فيقول لي انا عايز دايما الحته دي مش عاجباني، الحته دي دبل تشن. كانت اكتر من كده على فكره، بس بعد العمليه مباشره عشان التورم اللي موجود من برافو عليك. برافو عليك. القديمه تخيل القديمه وصلت لغايه انها تخلي العضلات نفسها بالظبط قديمه، يعني قديمه يعني من يعني انا عايز اقول كده يعني الالتهاب الداخلي وصل لدرجه انه ياثر على باين جدا. ما تحت الجلد على طول من العضلات. بعد العمليه مباشره اول حاجه انا شفتها انه المنطقه دي اختلفت شكلا. وانا بقى هو كان تعبان، بس انا كنت عايزه افرحه يعني واخليه يبقى يعني سبورت شويه عشان يتحمل الالم طبعا. فقلت له انا عايزه اقول لك على حاجه، انت امبارح وانت نايم انت كنت قافل بقك وما بتشخرش. فقال لي بجد؟ بعد العمليه على طول تاني يوم. هو طبعا ان في اكيد لسه عمليه التهاب طبعا، كان تعبان جدا على فكره يعني. طبعا بس رغم انه كان تعبان بس قفل بقه وكان نايم من غير ولا صوت. كويس. بدا يخف التعب بعد قد ايه؟ بعد كام يوم؟ 5 ايام خلاص بدأت بقى. 5 أيام المسكنات بقت أقل، بدأ يأكل أحسن، بدأ يعني يتكلم في التليفون، ما كانش بيقدر يتكلم. حتة دي بقى عايز أسألك فيها سؤال، دي حتة مهمة قوي، حتة الكلام. هل في فرق أنت اللي تقدر تحدد لنا في انطلاقة الكلام، في طبيعة الكلام؟ أنا حاسس إن أنت لغاية دلوقتي برضو الكلام أنت بتتكلم شوية وتروح جاي هادي، أفهمها منك. انا كان عندي الصوت داشن شويه. بعد العمليه بدا الصوت عندي يختلف. طبعا لسه عامل العمليه بقالي 10 ايام، ما كنتش بتكلم خالص يعني، ما اعرفش ارد على التليفون. ده في العمليه، ده بعد العمليه. ايام العمليه 5 6 ايام بالظبط، البوست اوبراتيف يعني بالزبط. لكن انا بتكلم على قبل كده، وانت في قبل بقى خلاص السنين اللي فاتت يعني، كان ممكن بعض من مخارج الالفاظ اتلخبط فيها يعني، جاي يعني بقول اي مصطلح او اي كلمه، ف عايز اخد النفس الاكسجين، فلاقي نفسي وقفت ورحت مكمل تاني. فطبعا كان بيسبب لي مش شغلك كله مبني على الكلام. مبني على الكلام يعني انت في شغلك الاساسي انت يعني بتشتغل كمدير اقليمي لحاجه معينه، فبتشتغل على كلام بالظبط، وشغلك الفني كلام فبالظبط. فلا يعني دي بجد الحلقه كانت من يعني من اهم الاسباب اللي انا كنت لازم اخد القرار. انا كنت حاسس ان انا يعني تعبان، انا عايز ارتاح. طب سؤالي كنتوا الاثنين بقى بالامانه يعني عصبيه قبل وبعد عصبيه؟ انا بعد لسه ما شفتش، هو لسه تعبان. انت حاسس ان انت اقل عصبيه؟ اقل كتير. انت حاسس بكده؟ انا جوه نفسي هادي، ما عادش في لا يعني انا جوه نفسي حاسس بهدوء داخلي، هدوء نفسي. هي دي حقيقه. بقى بيصحى الطف بجد.
يعني صحيان الصبح اللي هو بتاع بصحى نسكافيه مش عارف او مكشر وبتاع لا بصحى الطف كتير. روح الجيم بقى دلوقتي ده حاجه ثانيه آه. بقى خلاص بقى نروح الجيم بقى قد كده الاكسجين مهم جدا دي اخر حاجه الاكسجين للدرجه دي مهم مفتاح الحياه بالنسبه لاي حد بيشخر هو الاكسجين. الاكسجين حضرتك عارف هو كل خليه في الجسم محتاجه الاكسجين. انت عارف في حلقتك دايما باخد نفس جامد معرفش ليه كل شويه اتاكد من النفس والله العظيم في حلقتك دايما تلاقيني باخد نفس كده بس برضو مش قوي اتاكد ان في اكسجين. الحقيقه انا عايز اضيف حاجه بس بسيطه. شوف حضرتك استاذ علاء قاعد يتكلم قد ايه ومدام ريهام قاعد تتكلم قد ايه. انا لغايه النهارده انا بقول استاذ علاء انت متحسن بالنسبه لي 60%. اه طبعا 10 ايام 60% من كل اللي هو قاله لسه. اصل ده انت انت التهاب مزمن من فترات سنين لسه في حاجات كتير جدا جدا هو هيحسها في خلال الاسابيع القادمه وهيقول ايه ده وجع رجلي راح، ايه ده وجع جنبي راح، ايه ده انا بقيت مركز، ايه ده انا بعرف اجري، ده انا بعرف اطلع سلم، ضربات قلبي بقت مش حاسس بيها. لا وحاجه ثانيه كمان مهمه جدا الرؤيه هتتحسن عشان الكونجيشن بتاع العين بالظبط كده لا عشان احتقان إيه العين ده كلام كبير بقى ده كلام جديد ده بقى طبعا احتقان العين بسبب نقص الاكسجين ده بيأثر مع الوقت لو هو نظره ضعيف شويه هيبدا يغلوش شويه بالليل لما الاكسجين يتحسن العين الاحمرار بتاعها وده هيلاحظه ان احمرار عينه لو كان موجود هيخف يعني ده هيلاحظه اللي حواليه اكتر لكن يبقى اللقاء معكم ممتع جدا. انت نورتنا يا استاذ علاء. ربنا يخليك. نورتنا مدام ريهام طبعا كالعاده دكتور احمد يا دكتور هشام انت منورنا وسعيد جدا بهذه الزياره الرائعه الاستاذ دكتور هشام ابراهيم كالعاده مبدع في حواره. الاستاذ علاء ابو طالب نورتنا وشرفتنا. مدام ريهام الشريف نورتينا وشرفتينا. يبقى انه الشخير موضوع خطير جدا ويبقى نقص الاكسجين الداخل الى جسم الانسان واضح ان هو قضيه كبيره جدا تؤثر على كثير جدا من الاعضاء الحيويه. خلي بالكم من نفسيكم وخليكم دايما مع ناس الحمد. احنا لازم نحافظ على ظهرنا. ارجوكم يا جماعه حافظوا على ظهركم. ارجوكم ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجئه تضر الظهر. هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والاعصاب من مئات السنين. لابد ان انا يبقى معايا نافيجيشن عشان اقدر اختار التارجت صح، احط في المكان الصحيح، ابقى استوفيت اللي انا عايزه بشكل دقيق جدا. تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائلة في مجال جراحات العمود الفقري.